لا تبدو علاقة الرئيس بايدن بالمؤسسة العسكرية في أحسن أحوالها. هذا ما بينته أزمة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. التسريبات الصحفية التي رافقت هذا الانسحاب والتي نسبت إلى مصادر في هذه المؤسسة تبين أن بايدن لم يستمع لتحذيرات الجنرالات من انهيار الوضع سريعا في كابول، واستسلم للأولويات الحزبية التي أضرت بصورة الجيش. لقد كنت واضحا في أن حقوق الإنسان ستكون مركزية في سياستنا الخارجية، ولكن طريقة تحقيق تقدم في ذلك لا تتم من خلال إرسال جنودنا إلى الخارج. لطالما واجه القادة الأمريكيون صعوبة في التوازن بين القوتين العسكرية والدبلوماسية، فالحرب التي كانت أهم أداة لتحقيق الهيبة في النظام الدولي القديم الذي أقامته فرنسا تراجعت قيمتها بعد الحرب العالمية الثانية، وهو تراجع لا تقبل به المؤسسة العسكرية. اقتران الحرب بكلمة الأبدية في خطابات السياسيين مؤخرا يعد في عرف هذه المؤسسة محاولة أخرى لتقويض هذا الدور من خلال تشويه أهم أدواتها. وضع صوت الدبلوماسيين فوق حسابات الجيش أدى إلى اهتزاز صورته 3 مرات خلال شهر واحد. في قدرته على بناء قوات الأمن الأفغانية بعد مشاهد انهيارها السريع، وفي توقع توقيت هذا الانهيار وطريقة تنفيذ الانسحاب. لا أعتقد أن علاقة بايدن بكبار ضباط الجيش صعبة، لكن هناك الكثير من الإحباط بشأن كيف جرت الأمور في أفغانستان، وأن ما رأيناه لم يكن ما كان ينتظره الجنود طوال العقدين الماضيين. المؤسسة العسكرية تعد من أهم المؤسسات الانتخابية في الولايات المتحدة، إذ ينتشر 1,400,000 عنصر منها في كل أنحاء البلاد. تنقل الصحف الأمريكية تفاصيل الغضب من التمثيل غير الكافي للجيش في مجلس الأمن القومي والاعتماد على التعيينات السياسية التي لا ترفض طلبا للقائد العام للقوات المسلحة. هذا إن استمر فقد يضر بايدن والديمقراطيين انتخابيا. زيد بن يامين، العربي، واشنطن.